هناك العديد من السيناريوهات، ربما يكون بسبب سوء الأحوال الجوية أو خطأ من الطيار، أو ربما تكون هناك تقنيات معينة في الطائرة أو أخطاء تقنية، لا سيما أن الطائرة من الطرازات القديمة منذ السبعينات، وبالتالي إيران بتقوم بإصلاحها وتطويرها ذاتيا، لا سيما أن هناك عقوبات مفروضة على إيران، وبالتالي لا توجد قطع غيار. دي فرضيتين، وفي فرضية أخرى وهو أنها يكون عمل اعتراضي، يعني من خلال صاروخ اعتراضي أو من خلال طائرة مسيرة أو التشويش على هذه الطائرة، لا سيما أنها قريبة من أذربيجان، والكل يعلم مدى حدة التوتر خلال الفترة السابقة بين إيران وأذربيجان بسبب مواقفها من إسرائيل وبسبب دعمها، حتى دعم إسرائيل في حربها في غزة. هناك تعاون استخباراتي وثيق ما بين أذربيجان وإسرائيل، حتى أن أصابع الاتهام وجهت إلى إسرائيل، ولكن إسرائيل حتى الآن لم ترد. هناك سيناريو رابع وهو أن تكون عملية إرهابية، وأنا بقول كل السيناريوهات حتى يعني نطرح كل ما هو قائم. طبعا عملية إرهابية أتخيل ممكن تكون مستبعدة، عملية إرهابية يعني يتم تفخيخ الطائرة قبل طلوعها، إحداث أعطاب أو أعطال بها قبل يعني طيرانها أو صعودها. هناك الكثير من أشكال العمليات الإرهابية التي ترتكب مع الطائرات سواء في الجو أو أثناء إقلاع وأثناء الهبوط. دول الأربع سيناريوهات الحقيقة لسه نتائج التحقيقات ربما تكشف عن ما هو جديد، وده هيبقى واضح جليا من خلال تحطم الطائرة وأشكال الوفاة والحالة نفسها.